صباح الأمل والعمل والتفاؤل اللي بيجمع المصريين تحت راية بلدهم اللي إن شاء الله بينا ولينا هتفضل عالية. أهلا بيكم في حلقة جديدة ويوم جديد من هذا الصباح. هنتكلم زي ما احنا متعودين مع بعض في كل حاجة في حياتنا، وهنتكلم عن بلدنا، وهنتكلم عن المصريين اللي زينا، وهنتكلم ونشوف هو احنا بنمشي كل يوم خطوة بنعدي لحد فين، كل طريق بنمشيه كل حاجة بيكون فيها خير لمصر والمصريين. ما بننكرش ان احنا قدام تحديات كبيرة جدا على مستوى العالم، تحديات بتفرض علينا مثلا ازمات زي ازمة كورونا، ما نقدرش ننكر ان احنا قدامنا مؤامرات وتربص بمصر، ما نقدرش ننكر ان احنا قدامنا كتير جدا من الاصلاحات والحاجات اللي احنا محتاجين نصلحها ببلدنا. لكن الحمد لله رب العالمين، طول ما احنا مع بعض وايد واحدة بنكون قادرين على ان احنا نواجه كل تحدي باخلاص وثقتنا في نفسنا وثقتنا ببلدنا. ده اللي دايما بيخلي المواطن المصري هو رقم واحد. رئيسي يمكن مرارا وتكرارا بيتكلم على البسطاء، ان يكون في انحياز ليهم في كل خطوة بتتم على أرض مصر. واحنا بنخطط للمستقبل بنشوف قد ايه انه لازم يكون في تخطيط للطبقات المختلفة في مصر وعلى أولوية هذه الطبقات، هم الأسر الأكثر احتياجا. بالمناسبة الكلام ده ما بدأش النهاردة، الكلام ده احنا بنتكلم فيه من 6 سنين. وتعالوا عشان الناس اللي بتقعد تقولك واحنا بنتكلم على المواطن البسيط، فاحنا بنتكلم بتشوفه فين؟ انت بتشوفه من اول لحظة في مشروعات الاسكان، في مشروعات تطوير العشوائيات، مشروعات الاسكان يكون فيه شقق اسكان حلوة جميلة في عمارات زي الفل، المحدود الدخل وقساط على 20 سنة ومواطن ما يتحملش قيمة الارض ولا حاجة. بتشوفه في ان انت مواطن كان عايش تحت خط الفقر، خط الموت، بدون خدمات، بتاخده تنقله لمدينة متكاملة فيها المدارس وفيها الملاعب وفيها المية وفيها الكهرباء وفيها الغاز وفيها الشغل وفيها الحضانة، كل ده شفناه. بتشوفوا من دعم الأسر الأكثر احتياجا، لو احنا بنبص على المبادرات، مبادرة حياة كريمة، ان انت تشوف تكافل وكرامة، ان انت تشوف زيادة حصة الفرد في بطاقات السلع التموينية، ان انت تشوف تطور كبير جدا في قطاع الصحة والتعليم. انا ما بقولكش ان انت خلص، ان احنا في مصر خلصنا كل اللي احنا عايزينه، لكن حجم المشروعات اللي اتعملت اللي ملهاش اخر لحد دلوقتي، كل مشروع بالمناسبة بيتبني بيشغل ناس، كل عمارة بتتعمل بتشغل ناس، كل مصنع بنعمله وبيتفتح مصنع جديد برضو بيشغل ناس، كل مشروع صغير او متوسط، مش لازم بكلمكم على المشروعات الكبيره، ده برضو هدفه الاشخاص البشر. انتوا عارفين بعد ما حصل موضوع ان كان في عدد كبير جدا من المصريين اللي راجعين من بره واللي جم من ليبيا، طبقه اهالينا من المصريين من العماله اشتغلوا فين؟ اشتغلوا في المشروعات القوميه الكبيره اللي اتعملت على ارض مصر. تاني زي ما بقول لكم، غير الدعم، نتكلم على بطاقة تموين من 11 جنيه كان ل 50 جنيه. غير انه حتى بطاقة التموين دي دخلت في حاجات تانية، انك بعد كده بقى في مبادرة تانية انك تقدر تاخد بطاقة التموين، فانت لو بتجهز حد من الولاد فتاخد 10% خصم على بطاقة التموين وهكذا. غير الدعم اللي اتقدم وقت أزمة كورونا، ودعم ده ابتدى لكل الناس، مش بس القطاعات المتضررة من جائحة كورونا العالمية، وأظن ده شيء ما كانش حد ليه يد فيه على مستوى العالم يعني. ولكن كمان بنتكلم على العمالة الغير منتظمة، بنتكلم على الدعم اللي كان بيتم تقديمه للشركات والمصانع والقطاع السياحة، وده كان ليه الشرط الوحيد إنه العاملين في هذه القطاعات ما تتضررش. يعني كل منشأة سياحية كانت بتاخد دعم، كان المهم انها ما تفرطش في العاملين عندها، انه كل واحد فينا يحتفظ بوظيفته قدر الامكان ولقمة عيشه قدر امكاننا، لان دي كانت جائحة عالمية. صاحب الشركة او صاحب المصنع كان بياخد دعم من الدولة وبتأجل اقساطه وبتأجل كل الكلام ده كله علشان برضو يحافظ على شغله. كلنا
اتأجل لنا الكريدت كارد 6 شهور، الفيزا ما بتسددهاش. ده كله بقى اتعمل ليه بالمناسبة؟ وده اللي كان سيادة الرئيس امبارح وهو بيفتتح هذا المجمع أو الصرح العملاق الكبير الهيدروجيني في مسترد، كان بيشكر المصريين على صبرهم وتحملهم. ليه؟ لأنه لولا قرارات الإصلاح الاقتصادي أو الإجراءات الإصلاح الاقتصادي اللي تمت في مصر اللي هي كانت بكل تأكيد برضو ما كانتش سهلة، ما عدتش علينا سهلة، وكان الدواء مر زي ما سيادة الرئيس قال قبل كده، تجرعنا مرارة الدواء، ما نقدرش ننكر ده، لكن ده كان العلاج الأمثل والوحيد للاقتصاد المصري اللي صمد قدام جائحة كورونا، في حين اللي انت عندك أكبر الدول على مستوى العالم اقتصاديا وصحيا انهارت في جائحة كورونا. على فكرة دول بقى أنا بقول لكم النمو، يعني دول في مقدمة النمور الآسيوية حصل لها انكماش اقتصادي، يعني روح بص على اليابان انكماش اقتصادي رغم ان احنا بنتكلم على مستوى دخل الفرد وما الى ذلك وامور عالية. امريكا مش هتكلم، ده انت عندك ولايات بقى في بطالة. ما بقولش ان انا طالعة اقول لكم ان الحياة بامبي، بس طالعه اقول لكم لا، احنا الكوبايه عندنا الحمد لله كل يوم بتتملي، كل يوم انت بتخطي خطوه علشان تصلح، وبتصلح كل ده على فكره في عمر الدول 6 سنين، ده عمر قليل، عدد قليل، عدد من السنوات قليل مقارنه باللي تم انجازه. عشان كده سياده الرئيس كان بيشكر المصريين امبارح وهو بيفتتح هذا المجمع، مجمع التكسير الهيدروجيني، وانا وقفت وسياده الرئيس كان بيتكلم عن هذا المشروع تحديدا، ما بيقول انه هذا المشروع، هذا المجمع الكبير كان من المتوقع، اللي هو بقى احنا بنتكلم في مجالات عده او هيساهم في يعني الحقيقه طفره في هذا القطاع على وجه التحديد. توقف في 2011، كان من المخطط ان يكون عندنا هذا المجمع، لكن مفيش دوله بتتبني وهي في حاله اضطراب سياسي وفوضى، لا هيجي لك لا مستثمر ولا كان عندك امكانيات ولا كان عندك اي حاجه. عشان كده هذا المشروع بهذا الحجم توقف السنين دي كلها لحد ما الدوله بقت قويه، عشان نشوف ده بيحصل في مسترد في محافظه القليوبيه، أكبر مجمع لتكرير البترول في مصر وأفريقيا. لما بنيجي نتكلم بلغة الأرقام في حد يقولك طب وأنا هستفاد إيه لما بتقولي كل الأرقام دي كلها؟ لأ، أنت هتستفيد إنك تعرف إن الأرقام مش قليلة، بنى الدول واقتصاد الدول مش قليل. طب أنا كمواطن إيه اللي هيعود عليا؟ لأ ده كتير قوي. مع على فكرة أي مشروع كبير الدولة بتعمله بتاخد من استثمارات هذا المشروع ليك كمواطن، بتلاقيها في شقة تسكن فيها، بتلاقيها في منطقة عشوائية بتسيبها، بتلاقيها في بطاقة تموين زي ما اتكلمنا عليها، بتلاقيها في تحسين خدمات، بتلاقيها في مدارس، بتلاقيها في صحة. بنتكلم على 3 و4 مليار دولار، واللي بيقوم بدور مهم جدا في ان احنا بنتكلم على إنتاج مشتقات البترول بمواصفات أوروبية. بنتكلم بقى سولار، بنزين، وقود طيارات، بوتاجاز وغيره. بيخدم مشروعات تانية كمان في قطاع البترول، واللي بتأكد على التطوير اللي بيحصل لهذا القطاع واللي لسه بيحصل. سيادة الرئيس امبارح اتكلم عن أهمية المشروع. كمان اتكلم على إنه زي ما قلت لكم الفترة اللي المشروع وقف فيها وكان المفروض من المخطط ليه وقف ليه بسبب الأحداث، و زي ما قلت لحضراتكم ايه اللي حصل على وجه التحديد او الفترات الطويله اللي مصر خسرت فيها عدد من المشروعات والاستثمارات غير عادي. انك ترجع بجد في 6 سنين فقط لا غير، ترجع تعمل مشروعات جديده وتحيي القديم وتبتدي تشتغل
انك تفتح في كل محافظه. يعني انت لما بتيجي تبص على محافظات مصر دلوقتي في المشروعات ما بتلاقيش ان في محافظه هي اللي متمتعه بكل الشغل، لا، في كل محافظه على ارض مصر يتفتح شغل جديد. وده برضو للسياسه تانية هكلم فيها مع حضراتكم عشان نبص ونشوف القاده السياسيه في مصر كانت بتفكر ازاي.